خمنوا معنا. سكويك سكويك سكويك. عروض قديمة؟ لا، سكويك سكويك. عرفت، أنت طفل يبكي. لا، هيا يا بلبلة، ماذا يقلد بينون؟ أنت بارعة في هذه اللعبة. بلبلة؟ سكويك سكويك. آه، يقلد الفار. آه نعم، أحسنت يا بلبلة، دورك الآن. تقلدين الطيور. هذا أمر سهل. ماذا تفعل هذه الطيور؟ هذه الطيور تهاجر كما تفعل جميع الطيور. تهاجر؟ الهجرة هي أن نرحل نحن الطيور إلى مكان دافئ وبعيد، إلى الشواطئ البديعة والبحار الجميلة. نلعب فوق الرمال ونأكل الفاكهة من على الشجر. إن هذا رائع حقاً. رائع. أخبرينا المزيد. ها، انظروا، إنها صديقتي. يوهو. لما لا نهاجر جميعاً؟ لأننا لسنا طيوراً، هي وحدها تهاجر. واك واك، لا أفهم لما لا تأتين معنا، جميع الطيور تهاجر. أعرف، ولكن ماذا عن أصدقائي؟ سيتفهمون، فكري في الأشياء الممتعة التي تنتظرك هناك. سكويك سكويك، خمنوا من أنا. أنت فأر بالطبع. هذا خطأ، أنا بينون وهو يقلد الفأر. أضحكتني يا رومبا. هل ستلعبين؟ لا لا، عندي مشاغل كثيرة. بلبلة، هل أنت بخير؟ ما المشكلة يا روزي؟ أنا أشعر أن بلبلة ستتركنا، ستهاجر مع بقية الطيور. هذا مستحيل. من غيرها سيتأرجح فوق أغصاني ويغني؟ ومن سيخترع الألعاب؟ لن نسمح لها بالرحيل، سنفعل أي شيء وكل شيء لتبقى معنا. كيف؟ حسناً، عندي بعض الأفكار. ماذا أفعل؟ أحب أن أهاجر، لكني أحب أصدقائي. تماماً. كل شيء جاهز؟ نعم، هيا لنبدأ الخطة الآن. برنامج العطلة. ها أنت ذا يا بلبلة، هيا توجهي إلى الطائرة. ماذا؟ وصديقتي ستهاجر في الطائرة معي؟ لا، بل وحدك على متن خطوط كرز الجوية. تفضلي يا آنستي. إلى أين؟ مفاجأة، الآن اربطي حزام الأمان استعداداً للإقلاع. استعدي يا بلبلة، سنهبط في المطار. ولكن هذا هو الملعب، آتي إلى هنا كل يوم. اليوم ليس ككل يوم، انظري حولك. شاطئ بلبلة يرحب بك. واو، إنه أجمل شاطئ رأيته. عفوا يا بلبلة، خطأ غير مقصود. انظري، وقت العصير البارد. شكرا لك يا رومبا، أقصد النادل رومبا.
آسف. لا. أنا آسفة يا بلبلة. رجاءً استلقي هنا الآن، بينما سنحضر لك كوب عصير. هذا لطيف. لطيف للغاية. هو لينا دلو غسيلك أعطينا لكي نغسل ريش بلبولة. بينون بلبولة. بلبولة. تفضلي يا بلبولة. ها، إنها بخير. ليس هذا ما اتفقنا عليه أبداً. علينا الإسراع في عمل شيء، وإلا سنفقد بلبلة للأبد. أعتذر لأني أفلتك من الأرجوحة. هل أنت بخير يا بلبلة؟ نعم بخير. أعني الدنيا تدور، جميعكم تدورون. أوه، العصير سيساعدك. شكرا، سأجلس هنا قليلا. لكن العطلة لم تنتهي بعد. لم تنتهي؟ ابقي جالسة ولا تفكي حزام الأمان، سنتابع عطلتنا الآن. انظري إلى يمينك، بيت المرح حيث نعيش مغامرات مذهلة. هل من مكان جديد؟ إلى يسارك ترين أرزة، شجرة الأرز الخلابة. أهلا بكم. ليس عليك السفر لتري مثلها، فهي الأجمل وهنا. وهذه تحية لكم من أصابعي الجميلة. جميلة فعلا. هل وصلنا؟ سوف نصل بعد دفعها إلى التلة. إنها ثقيلة جدا. مهلا، سأساعدك. هنا يمكنك أكل الفاكهة الطازجة. روزي. ساعدوني ساعدوني. بلبلة، هل أنت بخير؟ آسفون على هذه الرحلة الوعرة، كانت مريحة. هيا يا بلبلة، وقت الرحيل. لقد رحلت. وداعاً يا بلبلة. لن تعود حياتنا مرحة كما كانت. لن تكون ملونة أو سحرية. هذا مؤسف ومؤلم. ليس باليد حيلة. إنها أنا بلبلة. اعتقدنا أنك هاجرتي. أهاجر وأترك كل هذا؟ أين سأعيش مغامرات جميلة مع أصدقاء مثلكم؟ لا أريد أن أرحل إلى مكان آخر. هنا عالمي وأفضل مكان أهاجر إليه، صحيح يا أصدقائي؟ دعوتها لزيارة شاطئ بلبلة. تفضلي يا طيور، أهلا بك. هذه هي بلبلة. لقد وقع جناح الطائرة. كنت أتمنى السفر، الآن هذا صعب. حقا؟ وإلى أين أيها السندباد؟ إلى مكان ألعب فيه، وأيضا يكون فيه طعام، فأنا أجوع كثيرا يا روزي. أنا أعرف هذا المكان. إنه بيت روزي. رومبا واللون الأزرق. رومبا، هل
شيء أقل؟ زرقة؟ نعم، هذه مثلجات العنبية التي طلبتها. أوه، يامي، شكراً يا روزي. أليست هذه قبعة بلبلة؟ نعم، شديدة الزرقة، صحيح؟ هل سألتها إن كان بإمكانك وضعها؟ لقد تركتها على الغصن، أنا أستعيرها فقط. المهم، أحتاج أشياء زرقاء. لماذا؟ لأن اليوم هو يومي الأزرق، كل شيء يجب أن يكون أزرق، مثل مثلجات العنبية. الأمر واضح. أظن أنك ستحتاج إلى المساعدة في يومك الأزرق يا رومبا. هذا اليوم سيكون يوماً رائعاً. يا كرز، أتريد أن تلعب الكرة الزرقاء معنا؟ آسف، أنا منشغل. هل قال كرز إنه منشغل عن لعب كرة القدم؟ نعم. حسناً، لا بأس يا رومبا، لنلعب. ليس سهلاً كما يبدو. هذا ما يجب فعله يا روزي. نعم. هذا رائع. وهي، انظر، أليست هذه بلبلة؟ وهل أبدو بخير؟ لقد هاجمتني كرة زرقاء اللون. في الواقع يا بلبلة، كانت غلطتي، آسف. أوليست هذه قبعتي التي أضعها في المناسبات الخاصة؟ بلى. حسناً، أعدها إلي من فضلك. آسف، لكنك تركتها دون اهتمام. ما زالت معي الكرة الزرقاء لألعب. آسفة يا رومبا، أظنها قد ثقبت. يبدو أن يومي الأزرق سيكون يوماً حزيناً بالفعل. مرحباً يا رومبا، مرحباً يا روزي. لماذا تبدو حزيناً؟ رومبا يريد يوماً أزرق، لكن كرته الزرقاء ثقبت، وبلبلة استعادت قبعتها الزرقاء. أزرق؟ لا عليك، رومبا يمكنه أن يساعدني في قطف الفاكهة الزرقاء الناضجة. الفاكهة الزرقاء؟ نعم، إذا ذهبت مع بينون لقطف الفاكهة الزرقاء، سآخذ كرتك إلى مشغل كرز وأطلب منه إصلاحها. رائع، شكراً يا روزي. لهذه القبعة ذكريات، حفلة تدشين بيت ونيس، عيد الورق عند فكري. لو أن هناك مناسبة جديدة أذهب إليها. أعرف المكان الأنسب لقطف الفاكهة الأكبر والأشهى والأكثر زرقة على الإطلاق. أين يا بينون؟ ها قد وصلنا يا رومبا، ابدأ القطف. أقطف ماذا؟ أين هي؟ أين اختفت كل الفاكهة الزرقاء؟ ماذا يمكن أن يكون يا أرز؟ إنه صوت غريب لم أسمع مثله من قبل، رغم أنني سمعت الكثير. أرزا؟ لين؟ هل كل شيء على ما يرام؟ روزي، ربما تستطيعين توضيح بعض الأمور. ضجة غريبة آتية من مشغل كرز. أي نوع من الضجة الغريبة؟ صوت غريب كأنه شيء يهرس. ماذا؟ مرحبا يا كرز. يا لها من ضجة غريبة. أهلا يا روزي، ادخلي وانظري إلى هذا. حسناً، ما رأيك؟
رأيك؟ كرز، ما هذا الذي تفعله؟ أنا أهرس الفاكهة الزرقاء بآلة هرس. العصير الأزرق من الثمرة إلى الزجاجة. تذوقيه، إنه لذيذ. ذقت عصير الفاكهة الزرقاء من قبل، ولكن هذا أشهى كثيراً. لكن لماذا تصنع هذه الكمية؟ أصنع ما يكفيني لمدة سنة. المشكلة الوحيدة أن العمل متعب جداً، يدي تؤلمني، ولم أجهز إلا كمية قليلة. ماذا لو قمتما بمساعدتي؟ لا أحب أن أتلطخ. روزي؟ أنا لا، لكنني أعرف من يحب أن يساعد. أحتاج إلى زجاجة من هذا العصير وإلى درجتك السريعة. تفضلي. مرحبا يا بلبلة، ما الأخبار؟ أتمنى لو أن هناك حفلة كبيرة كي أضع فيها أفضل قبعة عندي. لم أذهب إلى مناسبات مهمة منذ مدة. اسمعي، اركبي، عندي فكرة قد تكون مناسبة للجميع. فكرة؟ من أي نوع؟ فكرة زرقاء. عندما وصلنا للمكان اختفت كلها، لم يبقى هناك أي شيء. أوه، يا للحظ، الفاكهة لنا جميعا، لا يجوز أن تكون لواحد فقط. أنت على حق يا بينون، كلنا نتشارك فيها. مرحبا. مرحبا يا روزي. من منكم يريد شراب الفاكهة الزرقاء؟ ستحبونه. أوه نعم، هاته. إنه لذيذ وأيضا شديد الزرقاء. أوه لذيذ جدا. من يريد أن يأتي ويصنع المزيد؟ كرز عنده الكثير من الفاكهة للعصر. الفاكهة الزرقاء؟ إذن هذا هو سر اختفائها. حسناً، ابدأ عند الإشارة يا رومبا. ابدأ في العصر. واو، أكثر جزء أزرق في اليوم الأزرق. نجحنا، نجحنا. من الثمرة إلى الزجاجة. من الزجاجة إلى بطني. يم يم، لذيذ. الشراب ما يكفيني طوال العام. ما يكفيك أنت طوال العام؟ ماذا جرى لكم؟ نعم، قد يكون صنع العصير فكرتك، لكن الفاكهة هي ملك للجميع يا كرز. كلنا نتشارك هنا. نعم طبعا، هي للجميع. كنت فقط أمزح. شكرا يا كرز. نعم. الأزرق إلى الأبد. أنا كنت أنسى، هل يمكن أن تصلح كرة رومبا؟ طبعاً، من أجل أفضل عصار فاكهة زرقاء. تفضلوا جميعاً، لنرتدي كلنا شيئاً أزرق. هناك ما يكفي للجميع. يبدو أن الجميع يستمتعون بيوم أزرق. نعم، الكل إلا أنا. ليس معك قبعة. تفضل، خذ قبعتي. الواقع هنا كلنا نتشارك. شكرا يا بلبلة. إنها فقط ليومك الأزرق، لا تنسى قبعتي هي فقط للمناسبات الخاصة. شكرا لكم جميعا لأنكم جعلتم نهاري الأزرق مميزا. إذا من يلعب مباراة كرة؟ هل استمتعت بيومك الأزرق يا رومبا؟ نعم، كان أفضل يوم أزرق على الإطلاق. سيمر وقت طويل قبل أن يأتي غيره. قد يكون هذا أفضل. نعم، لأن غدا يوم أصفر، وبعد غد يوم أحمر، والأسبوع القادم يوم زهري. لا. روزي، ماذا بك؟ أنا لم أقبلك عن يوم الأرجوان. وي
كذلك؟ أوه نعم، آسف، الكتاب عن محقق كبير يقوم بحل الألغاز. وكيف يحل الألغاز؟ ينظر إلى الأدلة بالعدسة المكبرة، ثم يسأل الجميع عما كانوا يفعلونه وقت وقوع الحدث الغامض، ويدون كل شيء في مفكرته. أمر مثير، تعال فلنذهب لرؤية فكري. أوه، ما هذا؟ كان هذا كومة من التراب؟ هذا غريب. انظر، هناك مزيد من الأكوام. أنا واثقة أنها لم تكن موجودة بالأمس. ترى من أين أتت يا رومبا؟ وعشرون. ها أنت يا بذور الصغيرة، ستنمين لتصبح خضروات جميلة. الآن أسترح. ظننت أنني زرعتها كلها. حسناً. أخيراً قد انتهيت، الآن أستطيع. ماذا؟ ماذا يجري هنا؟ والآن كرز يصوب الكرة ليسجل هدف الفوز. هل سيدخلها إلى الحفرة؟ ها، تتجه إلى الحفرة ويشتعل الجمهور حماساً. ماذا؟ مرحبا، أنا الفائزة. من أين أتت هذه الكومة؟ تنظيف العش أحب الأعمال إلي. هذا ما حدث يا فكري، نحن لا نعرف من يصنع أكوام التراب هذه. أنا أيضاً لا أعرفه. لا تخافوا، لأنني أنا رومبا الأرنب المحقق الذكي، سوف أحل هذا اللغز. يبدو هذا مثيراً للغاية. بالفعل يا فكري، ما الذي اكتشفته هنا يا سيادة المحقق العظيم رومبا؟ كومة التراب هذه كانت أول من ظهرت، لذا سوف أرسمها على الخريطة هنا. صنعت قائمة بها كل شخص قد يكون الفاعل. الآن سأعرف ماذا كان يفعل كل منهم حين ظهرت أكوام التراب. أتعتقد أن أحدنا هو من ترك أكوام التراب في كل مكان؟ أين كنت حين ظهرت الأكوام؟ بصحبتك طوال الليل وطوال النهار. أجل، يبدو هذا مقنعاً. سأشطبك من قائمتي، والآن أحتاج إلى مواصلة هذا التحقيق. وإن أحرزت لين هدفاً ستفوز. سأصد هذه بسهولة. أجل، لقد فزت. ليس مجدداً. من الأفضل ألا تعتبر نفسك فائزاً قبل الأوان يا كرز. أمر مثير، أليس من المنطقي أن نعتقد أن الجاروف يستخدم لصنع أكوام التراب؟ بالطبع. إذن ربما تكون أنت من صنع أكوام التراب. ربما، لكني لم أفعل. هل أنت واثق؟ نعم، لقد حفرت كثيراً لأزرع بذوري ولم أحفر أكثر من هذا. حسناً، في هذه الحالة سأشطبك من قائمتي. الآن فلأواصل التحقيق في هذا اللغز. هذا ليس عدلاً، أكوام التراب هذه تفسد ألعابنا. لا تخف يا كرز، لأنني أنا رومبا الأرنب المحقق الرائع، سوف أكتشف من تسبب في ذلك. حسناً، حين تعرف من لم يقم بالحفر سوف تقترب من معرفة من حفر. هذا أمر غريب، لا بد أنهم الفضائيون، أو ربما تكون خدعة. لا، في كتاب المحقق الكبير دائما ما يكون واحد من القائمة هو الفاعل في نهاية الأمر، وعلى هذا وضعت قائمتي. وأين كنت حين بدأت هذه الأكوام في الظهور؟ كنت ألعب الجولف مع لين. وأين كنت أنت حين ظهرت الأكوام؟ كنت ألعب الجولف مع كرز. أجل، كلامكما يبدو مقنعاً، سأشطبكما من القائمة. إلى أين الآن يا سيادة المحقق العبقري؟ ماذا تعتقد؟ أعتقد بلبلة، إنه أنت من يترك أكوام التراب هذه في كل مكان، عند بيت اللعب،
في حديقة بينون في بيت كرز ولين، إنه تراب تكنسينه من عشك. معذرة يا رمبا، هل حقا تعني أن عشي بهذه القذارة؟ ما؟ إذن كيف تفسرين وجود تلك الحصوة؟ ربما سقطت بينما أنظف عشي. كما أنني لم أبني أي عش بالأماكن التي بها كومات التراب. حسناً، سوف أشطبك من قائمتي إذن. لقد جمعتكم كلكم هنا لأخبركم بنتائج تحقيقي في اللغز. هل عرفت من كان يصنع أكوام التراب هذه؟ عرفته بالفعل، فقد قمت بشطبكم جميعاً من قائمتي: روزي، بينون، كرز، لين، بلبلة. ثم تذكرت ما قالته أرزة: حين تكتشف من لم يقم بصنعها تكون قد اقتربت من معرفة من قام بعملها. الفضائيون بل خدعة. لا، الشخص الذي يترك أكوام التراب في كل مكان، هذا الشخص لم يكن سوى فكري. هل أنت واثق؟ ففكري في واقع الأمر حسناً، إنه شجرة. حسناً، أعرف أن هذا عذر جيد، لكنه لا يخدعني. فكري كان يدفع التراب إلى الأعلى بجذوره. آسف يا رومبا، جذوري لا تتحرك لهذه الدرجة، كما أن طولها لا يكفي لتصل إلى بعض الأماكن التي ظهرت فيها أكوام التراب. استسلمت، أنا لست أرنباً محققاً رائعاً، لن أحل هذا اللغز أبداً. لم يتبقى أحد في القائمة، من الفاعل إذن؟ لماذا تضحكون؟ ماذا يحدث؟ شيء عجيب، أنا رومبا الأرنب المحقق الرائع سوف أحل هذا اللغز الآن وإلى الأبد. مرحبا، هل يوجد أحد هنا؟ ها أنت هنا. معذرة، فبصري ضعيف للغاية. خلد ماء. هذا صحيح، مولي هو اسمي والحفر لعبتي. أحب أن أحفر أنفاقا تحت الأرض ولا أحتاج لنظر قوي. هل أنت من صنع كل أكوام التراب هذه؟ أجل، أنا في غاية الأسف، أنا تائهة، كنت أحاول أن أجد الطريق إلى المنزل، أنا لا أستطيع إلا رؤية ما هو أمامي مباشرة. ربما الأرنب المحقق الرائع رومبا يمكنه حل لغزي كيف تجدين طريق العودة. أيمكنك هذا؟ آخر شيء أتذكر رؤيته كان شيئاً لامعاً وقع بجانبي. نعم، هذه هي، وقبل هذا كل ما رأيته كان عموداً مثبتاً ترفرف في أعلاه راية حمراء. اتبعيني يا مولي. أهذا ما رأيتيه؟ أجل، هذا هو، وقبل هذا كان كل ما رأيته جداراً معدنياً ضخماً عالقاً بالأرض. هل هذا هو؟ أجل، لكن قبل هذا كل ما رأيته كان كثيراً من الجذور المتشابكة الصغيرة. هل هذه هي؟ زهور؟ أجل، لابد أنها كانت جذورها. هذا يعني أن بيتي يجب أن يكون هناك. ربما يمكن للأرنب المحقق العظيم أن يسبقنا إليه. أظن أنه هنا في مكان ما. ما أحلى العودة إلى البيت. أنت بالفعل أعظم محقق في العالم. أعتقد أنه عليك أن تأخذي هاتين كي لا تضلي الطريق مجدداً. حسناً، هذا رائع، هكذا إذن يبدو العالم في الحقيقة. أشكرك بشدة. ماذا سنفعل بكل تلال التراب التي تركتها مولي؟ أظن أن لدي فكرة. وهذه التصويبة التي سيفوز بها كرز في المباراة. أسعدني حل هذا اللغز ومعرفة صديقة جديدة. لكن هناك لغز آخر يجب على المحقق العظيم أن يحله. أي لغز؟ من سيصل أولاً إلى بيت اللعب لتناول الشاي؟ أنا سأصل أولاً. آسفة، سامحوني. روزي، ماذا يا رومبا؟
شاهدي بانتباه شديد. تمرنت على لعبة اليويو ساعات طويلة. هذا رائع يا رومبا، هل يمكنني أن أجرب؟ نعم، لا تحزني إذا أخطأت يا روزي، تحتاج هذه اللعبة إلى أيام من التمرين. أصبت يا رومبا، الأمر صعب. ها؟ لكن كيف فعلت هذا؟ لقد اختفى أحدهم، سرقه. تمهلي يا بلبلة، ما الذي اختفى؟ عشي بيتي الجميل. ألم يكن فوق أغصاني فكري؟ لا أقصد هذا، بل واحدا جديدا رائعا. مهلا، متى كانت آخر مرة رأيته؟ عندما تركته بالطبع. أتأخذيننا لمكانه؟ بالطبع، ولكن لا شيء هناك، فقد اختفى، رحل واختفى. هنا بنيته فوق هذه الشجرة مجدولة الأغصان، كان في الأعلى. حبات البلوط، لقد أحبته كثيرا، والآن لا تعرف أين تذهب. لكنها لا تبدو لي حزينة. سنعثر عليه يا بلبلة، سنبحث أولا عن أدلة. أية أدلة؟ أشياء صغيرة وقعت من العش أو آثار أقدام، هناك دائما أدلة. لا أرى إلا الأوراق. ليس هناك أمل، لن أرى العش مرة أخرى. بلبلة، سوف نعثر عليه، أعدك. يمكن لفكري أن يساعدنا. الموقع هنا ممتاز. أهلا يا فكري، بلبلة تبحث عن عشها، هل رأيته؟ إنه فوق أغصاني في مكانه المعتاد. لا، ليس هذا، بل واحدا جديدا. لا، أنا لم أرى. متى رأيته آخر مرة يا بلبلة؟ قبل أن يسرقه للسماء. لا تهتمي، بيتك الأول بين أغصان أمينة. شكرا يا فكري، ولكني أريد استرجاع العش الذي ضاع. سأراقب المكان، وحين أرى شيئا سأخبرك في الحال. تعال يا رومبا، لنطلب المساعدة من بينون. هذا محزن، مسكينة أنت. كان أفضل عش بنيته في حياتي. ومتى رأيته آخر مرة؟ لما يسألني الجميع السؤال السخيف نفسه؟ لما؟ آسفة، أنا دائماً أتأرجح عندما يزعجني شيء ما. لما لا تحاولين؟ حسناً. عصفورة صغيرة نامي في أمان. ليتني أتمايل فوق الأغصان مع الهواء المنعش. هذا يذكرني بمصيبتي أكثر. لنذهب ونرى مينون، ربما يمكنه أن يساعدنا يا بلبلة. إذا لم يكن بينون قد رأى العش، فسنكون في ورطة. انظري إلى هذا يا روزي، كان هذا رائعا بالفعل. هل يمكنني المحاولة؟ طبعا، لكن يجب عليك أن تتمرني جيدا. طبيعي أن تحب اليويو يا رومبا، إنه مسل للغاية. مرحبا يا بينون، لقد اختفى عش بلبلة، أتساعدنا؟ هذا محزن، ومتى رأيته للمرة الأخيرة يا بلبلة؟ أنا أراه الآن، أو ما تبقى منه. لا يا بلبلة، هذا ليس عشك. واضح أنه لم يعد هو، انظر ماذا فعلت به. لا يمكن أن أفعل هذا، صدقيني. نعم، هذا حطب يا بلبلة، بينون ليس سارقا. من السارق إذن؟ أخبريني.
إلى أين طارت؟ الأفضل أن نتبعها قبل أن تتهم أحداً آخر بالسرقة. ها هو يتخطى الدفاع ثم يسدد، هل سينجح؟ هدف! ها هو، ماذا فعلت بما تبقى منه؟ تبقى من ماذا؟ بلبلة، أنت مخطئة مجدداً. كرز لم يسرق شيئاً. أسرق ماذا أيتها العصفورة الغاضبة؟ ألا تعرف ماذا؟ بيتي الجديد، أنا أريده حالاً. إن لم نستطع العثور على العش الضائع، فلما لا نصنع واحداً جديداً؟ نعم، ولنزينه بأشياء تحبها بلبلة لتشعر أنه بيتها. أتمنى أن يعجبها. فكري يعرف جيداً ما تحبه بلبلة. ما رأيك في هذا يا فكري؟ دعوني إذن أرى. علي الاعتراف، إنه منزل أحلام كل عصفورة في العالم. إذن كل المتهمين مجتمعون وحول عشي. لا، أنت مخطئة. لم نفعل. لسنا لصوصا. انظري إلى هذا البيت الجميل الذي صنعه أصدقاؤك لك. أنتم صنعتم هذا لي أنا؟ هذا ما حاولنا قوله. أين كنتم طيلة النهار يا حبات البلوط؟ نلعب بالعش الجديد. هل تأخذيننا إلى مكانه رجاءً؟ لقد كان هنا بالضبط، في هذه الشجرة تحديداً، أترون؟ ها؟ والآن إلى أين تذهبون؟ هناك شيء فوق، شيء نبحث عنه. نعم. ولكن لمن هو يا ترى؟ ربما هو لعصفورة أخرى. نعم، هيا بنا لنذهب ونبحث في مكان آخر. بلبلة، هل أنت متأكدة من أنك لم تبني عشك هنا؟ ربما فعلت. إذن لم يسرق أحد عشك، لأنه ما زال هنا في مكانه، صح؟ لقد نسيت مكانه، اعترفي. ظننته في الشجرة الأخرى مجدولة الأغصان. ليست غلطتي أنهما متشابهتان. ها؟ بلبلة، اتهمت الجميع بالسرقة، ألا ترين أن عليك الاعتذار؟ بلى، سامحوني جميعاً. كيف ستتأكد من أنها لن تضيعه مجدداً؟ ربما عليها أن تضعه في مكان يسهل تذكره. هل أنت مستريحة هناك؟ الجو لطيف ومنعش هنا. أهلاً وسهلاً بعودتك. ما رأيكم في بيتكم الجديد؟ روزي، هل رأيت اليويو؟ أريد أن أتدرب. لا، أنا لم أره. هل أنت متأكدة يا روزي؟ بل فعلت ولهذا تحسنت. أنت تدربت بدون إذني. رومبا، ما ذلك؟ متى كانت آخر مرة رأيت اليويو يا رومبا؟ آسف يا روزي. حرب الأرنب الآلي. هذا ليس صحيحا يا رومبا. ضع
هذا الجزء هنا وهذا الجزء هناك. سأساعدك يا رومبا. لماذا تريد صنع رجل آلي؟ الآليون رائعون يا روزي، إنهم يفعلون كل ما تريدين. يستطيعون أن يعدوا طعامي المفضل وأن يرتبوا ألعابي أيضاً. وهل يرتبون الأعشاش أيضاً؟ يستطيعون فعل أي شيء. يوهو، هل أنتم هنا؟ مرحباً جميعاً، أتودون الخروج لنلعب؟ آسف يا لين، نحن نصنع رجلاً آلياً. رجل آلي؟ نوعاً ما. لو كان عندي رجل آلي حقيقي أو ربما أفضل، أود أن أصنع أرنباً آلياً. هذا سهل جداً. لا عليك يا رومبا، أنا سأصنع لك أفضل أرنب آلي. سأساعدك، أنا ماهرة للغاية. هيا يا كرز لنبدأ العمل. ترى كيف يتحرك الآليون؟ هكذا. انظر يا بينون، لنستعمل جهاز التحكم القديم للتحرك. ولعبتي القديمة نجعلها وجه الآلي. يبدو الأمر مسلياً. ماذا تفعلين؟ أحاول تجميله. لا خطأ، أنت تتلفينه. ستلتصق عليه هذه الأشياء ولن يعمل. بل سيعمل. ما رأيك يا بينون؟ لا أعرف فعلا. كل منكما عنده أفكار جيدة. أنا متشوق لرؤية أرنبي الآلي يا روزي. كفى، أنت تفسدينه. اسمع، أنا أحاول تحسينه. إنه أرنبي الآلي. أسرع يا رومبا، هيا لنرى ما يجري. اتركي. كفى، ماذا تفعلين؟ روزي، رومبا، سعيد أنكما هنا. نريد أن تقول من أفكاره هي الأفضل. نعم، لأن بينون متردد. أعجبني هذا الجزء، وهذا يبدو رائعاً أيضاً. سيكون هذا أفضل أرنب آلي. ولكن أفكار من هي الأفضل؟ كل الأفكار، أنا أتشوق لأن أراه جاهزاً. ولكن لين تفسده. كرز يجعله يبدو بشعاً. غير صحيح، سأريكم من هو الأفضل. سأصنع أرنباً آلياً خاصاً بي. وأنا أيضاً. بينون، تعال وساعدني. تعال وساعدني يا بينون. يا ويلي، لن يكون هذا مسلياً. لا عليك، أنا أعرف ما يجب عمله. ممتاز، حسناً يا بلبلة، يمكنك أن تنظري. ما رأيك؟ إنه بشع جداً. هل يمكن أن تجعله أجمل؟ أعرف ماذا ينقصك، سأعود حالاً. بينون. مرحباً يا كرز، كيف تجري الأمور؟ قالت بلبلة إن علي أن أجعله أجمل، وأنا لا أعرف كيف. هل تساعدني؟ أنا لا أستطيع. لماذا؟ لو ساعدتك لن أكون منصفاً تجاه لين. لا أستطيع أن أساعد أياً منكما. آسف يا كرز. انظر إلى هذه الريشات. الآن سيصبح أرنبك الآلي جميلاً مثلي. شكراً يا بلبلة. هل ستعجب رومبا؟ طبعاً، هناك أشياء كثيرة تعجبه. أرجوحته، الطعام، وطبعاً روزي. لو أضفتها لأرنبك الآلي فسيكون هو الأفضل بالتأكيد. كما ترين يا بلبلة، ربما لم تكن أفكار لين سخيفة. ليس المفروض أن يفعل هذا. كرز أبرع في جعل الأشياء تتحرك. هل تستطيع المساعدة يا بينون؟ آسف يا لين. ما الأمر؟ ما هي المشكلة؟ أرنبي الآلي يقع باستمرار.
يشبه هذا بناء الأعشاش. حقا؟ نعم، ليس هناك أسوأ من عش مهتز. ما يجب عمله هو اختيار أفضل أغصان ليتماسك الجزء الخارجي. شكراً يا بلبلة، ربما إن بدلت هذه الأجزاء أيضاً هكذا ربما أفكار كارز لم تكن سيئة تماماً. أوه روزي، سيكون لكل منا أرنب آلي ليلعب به. طبعاً ما كان نجح أي منها لولا مساعدتي. صحيح يا بلبلة. أوه كم هذا أمر مشوق. الجميع جاهزون؟ 3، 2، 1 الآن. أنتم لم تروا شيئا بعد، انظروا الآن. ما كان يجب أن يحدث هذا؟ طبعاً أنا لم أساعد في هذا الجزء. رائع، أعجبني. انتظروا جميعاً لتروا أرنبي الآلي، انظروا إلى الأمام. هيا انطلق. لا، تذهب في الطريق الخطأ. توقف. سأساعدك. هيا يا أرنبي أنقذ الوضع. يدغدغني. ربما كان يجب أن أساعد كرزولين. كسر أرنبي الآلي. وأنا أيضا، لم تعد لنا أرانب آلية. أوه لا، إنها أفضل أرانب آلية كنت أحصل عليها. أنا آسفة. وأنا أيضا، كان يجب أن نتفاهم معا ونصنع أرنبا آليا معا. آسفة يا كارز. آسف يا لين. أوه هونا عليكما. هي هل تذكران حركاتي كرجل آلي؟ لقد أوحيت لي بفكرة يا بينون. سأصنع رجلا آليا يفعل ما يطلب منه ولا ينكسر. تتلصصوا. هذه مهمة سرية جداً، عملية الأرنب الآلي الخارق. حسناً جميعاً، انظروا الآن إلى الأرنب الآلي الخارق. دورك يا روزي. تادا. إلى الأمام. والآن دوراً. على رجل واحدة. واو، هذا أفضل أرنب آلي على الإطلاق. اسمي لين الآلية، تشرفت بمعرفتك. يسار، يمين، خذي البسكويت، أحضريه إلي أرجوك. أنا أحب روزي الآلية كثيراً، لكن أنا أفضل صديقتي روزي بدلاً منها. حتى لو أنها لا تفعل ما أطلبه دائماً. روزي الآلية لا تحب الأرانب الأشقياء أبداً. هي يا روزي أرجوك. روزي تفقد صوتها. ستشجعينني أليس كذلك؟ حسنا.
حتى النهاية يا رومبا. أنا متأكدة أنك ستفوز، فأقدامك خلقت للقفز. قف على الخط، استعداد، انطلق. هيا أسرع يا رومبا، يمكنك الفوز. وبينما هما في المنحنى، كرز في المقدمة. هيا يا كرز، اقفز يا رومبا، اقفز. الآن رومبا يتقدم. بل كرز، بل رومبا. أسرع يا رومبا. هيا هيا يا رومبا، استمر في القفز. فاز رومبا بخطوة واحدة. مرحبا. روزي، الإفطار جاهز. إنه إفطار خاص لشكرك على مساعدتي في الفوز بالسباق. شكرا يا رومبا. أو روزي، صوتك إنه ضعيف للغاية. بالفعل يبدو صوتي غريبا يا رومبا. يبدو غريبا جدا، لابد أن نعالجك، فكري سيساعدنا في ذلك. لقد أتعبت نفسك بالتهليل والكلام بالأمس يا روزي، سيعود صوتك قريبا، عليك أن تبقي في المنزل وتتدفئي ولا تتكلمي. لكن لدي الكثير من المهام. فقدت صوتك لأنك كنت تساعدينني، والآن حان دوري لكي أساعدك. سأتحدث بدلا منك حتى يعود صوتك مجددا. أساعد بينون في التمرن على لحنه الجديد. أساعد كرز على تركيب أجزاء طائرته، وأساعد لين على تصفيف ريش بلبلة. فلتبقي هنا فقط وترتاحي، وسأقوم بكل شيء تماما كما كنت تفعلين. أراك لاحقا يا روزي. شبعت يا ونيس. واحدة أخيرة. بطة، شيء غريب يحدث في بطني. ونيس، لديك حزوقة. هل يمكنك أن توقفيها؟ حين أصاب بالحزوقة أغمض عيني وأدور في مكاني ثلاث مرات، هكذا تتوقف. واحد، اثنان، ثلاثة. توقفت. مسكينة الروزي فقدت صوتها. من حسن حظي أنك ستساعدني. في العادة أنا أعزف اللحن وروزي تستمع وتخبرني رأيها في النهاية. هذا اللحن يحتاج إلى صوت المزمار. أبطئ قليلاً يا رومبا. لم أتصور أن تمرينك على اللحن سيكون ممتعاً هكذا، فلنعزف مجدداً. ربما لاحقاً يا رومبا. هل تظن أنني أستطيع زيارة روزي؟ سأعد لها مشروب العسل، فهو مفيد في مثل حالتها. تأكد من إخبارها أنني ساعدتك في التمرين. تمرين بينون انتهى، علي أن أذهب للقاء كرز. بينون، كيف كان رومبا؟ رومبا كان شديد السرعة في مساعدته لي في اللحن. أحضرت لك مشروب ليمون بالعسل، سأعود كي أعزف لحني لك فيما بعد حين أصلح الأوتار. مرحباً، أيعرف أحدكما علاجاً للحزوقة؟ الوقوف على قدم واحدة والعد حتى 100. شكراً يا بينون. لطيف منك أن تساعد روزي، سيدفئ هذا حلق روزي إلى أن يعود لها صوتها. فكرة رائعة يا لين. حسناً يا رومبا، من أين نبدأ؟ دع هذا الشيء الأزرق فوق تلك القطعة الصفراء. الشيء الأزرق فوق القطعة الصفراء. القطعة الحمراء على القطعة الصفراء. أرجو أن يكون هذا صحيحاً. الحمراء على الصفراء. أشكرك يا رومبا. فلترقدي وترتاحي وسوف تتحسنين يا روزي. سمعت أنك فقدت صوتك يا روزي. من الذي سيساعد لين في تصفيف ريشي إن لم تساعديها؟ لا تقلقي يا بلبلة،
رومبا سوف يساعدنا. رومبا؟ لتصفيف ريشي؟ هل أنت متأكدة؟ فكري يقول إن روزي يجب أن ترتاح. لماذا لا نبحث عن بعض صور التصفيفات لتكون لدينا أفكار قبل أن يصل رومبا؟ الجميع يتدبرون أمرهم بدوني. أمتأكد أننا ركبناها بشكل صحيح؟ إذن فلنشغلها. كرز، وها هي تطير. لقد كنت أمسك الرسمة بالمقلوب. أوه، إنها تطير إلى الخلف. طائرتي وقعت. بهذا التركيب الخاطئ لن تطير جيدا. روزي فقدت صوتها، لذا رومبا هو من ساعدني. لكن انظر، لقد تحطمت. رومبا يحاول فعل ما في وسعه، وهو يبذل أقصى جهده. هل الطائرة بخير يا كرز؟ أجل، مجرد خدش. لابد أن الريح تغير وجهتها. إذن لم تسقط بسبب خطأ مني. يجب أن أساعد في تصفيف ريشي بلبلة. الوداع يا كرز. الوداع. من الأفضل أن يعود صوت روزي إليها سريعا. لقد جاءتني فكرة. أراك لاحقا يا فكري. أريد التسريحة التي تزيد حجمه، كما أنها ستظهر التمويجة الطبيعية في ذيلي. يا إلهي، لم أفعل هذا بدون روزي من قبل. لا تقلقي يا لين، أنا هنا معك. تمويجة، هذه تبدو مناسبة. بكرات شعر؟ هل أنت واثق يا رومبا؟ روزي، أحضرت لك شيئاً. ما هو؟ استخدميه إلى أن يعود صوتك مجدداً، حتى لو كنت تهمسين، سيجعل صوتك عالياً. مرحباً روزي. نحن جميعاً نفتقدك يا روزي. ماذا عن رومبا يا كرز؟ إن رومبا يقضي وقتاً رائعاً في مساعدتنا. 73، 74. تقافزت وعددت حتى 103 مرات، وما زالت الحزوقة لم تتوقف. أمستعدة لسماع لحن الجديد؟ مرحبا يا بينون. لا يمكنك أن تمنعني، فأنا بلبلة، تذكري أن روزي مريضة الآن. رومبا، لقد عدت. لقد أحسنت مساعدتي للغاية. أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نشكر رومبا. حسنا، أنا أشكره على هذا. استخدام بقرات الشعر لم يكن فكرة جيدة. يا روزي، أنت ساعدتيني كثيرا في سباق القفز، وأردت أن أرد لك هذا الجميل. أعتذر لكم جميعا. رومبا، عد إلى هنا. لا يستطيع سماعي. روزي، إلى أين ستذهبين؟ سأبحث عن رومبا. رومبا، هل تعرف أي علاج لإيقاف الحزوقة؟ تقف على قدم واحدة وتعد حتى 100. لم يفلح هذا. رومبا. ما هذا الصوت؟ روزي، لقد عاد إليك صوتك. أليس هذا رائعاً؟ ما الأمر يا رومبا؟ أعتذر لأنني أخطأت في فعل كل شيء. أنت لم تخطئ فعل أي شيء. قدمت المساعدة للجميع، ولكن بطريقتك الخاصة. الحزوقة لقد توقفت. هذا صحيح، لم أصب بالحزوقة منذ أن أفزعتنا روزي. بالطبع، فالصدمة هي أفضل علاج للحزوقة. يساعد الآخرين. لقد عالجت حزوقة ونيس. ربما، لكنني لا أستطيع العزف ببراعة بينون، أو الطيران مثل بلبلة، أو القفز بمثل مهارتي. سنرى إن كان هذا صحيحا يا رومبا. أهلا
العجلات والأجنحة. يا بلبلة ليه؟ أنت انظري يا بطة. انطلقنا. مدهشاً يا بطة، ربما تتمنيان لو تطيران مثلنا. يبدو الأمر مسلياً. هيا ابتعدي. ما المشكلة يا لين؟ لا شيء يا روزي، أنا سأذهب لأرى ماذا يفعل فكري. إلى اللقاء لين. مزلاجك سألحق بها. فكرة جيدة روزي. انظري إلي. بلبلة هل أنت بخير؟ لقد سقطت. سقطت؟ أنا لم أسقط، إنها فقط الريح أزاحتني عن طريقي. ليس هناك ريح اليوم. حاولي بهدوء يا بلبلة. لا حاجة لي إلى ذلك، أنا لست خائفة. هل أنت بخير؟ ترى هل فعلت ذلك عن قصد؟ كانت حركة مثيرة يا بلبلة. لا عليك يا بلبلة، كلنا نخطئ أحياناً. الأفضل الانطلاق مباشرة إلى الفضاء. إلى الفضاء؟ يسرني ذلك يا بطة، لكن أظن أنني تدربت كثيراً اليوم. في الواقع لقد تعبت من الطيران. أنا سوف أعود لأستريح قليلاً في العش. أو مزلاج واحد فقط يا لين. أردت أن أضع الآخر لكن حدث شيء ما. توقفي. أنت تظن أنني أمزح. كان شيئاً كالخنفساء ولكن... آسف يا لين، لست أسخر منك. أنا... هناك شيء يدغدغني. أحضرت لك المزلاج يا لين. لماذا تهرب باستمرار؟ لا أعلم يا بلوطات. أتعرفن ما حكاية لين؟ لين أعلم. أتريدين أن أوصلك يا بلبلة؟ شكراً يا روزي، طريق البيت طويلة. انطرتي تصلين أسرع يا بلبلة. لا شكراً، التنقل على الأرض أكثر تسلية. أنا أستطيع أن أرى كل الأشياء من هنا، والعجلات أيضاً رائعة. أهلاً روزي، أتسابقينني؟ بلبلة متضايقة قليلاً، سأوصلها إلى البيت، وعلي أن أسير على مهل. أوه. على مهل؟ بالطبع لا، نتسابق إلى بيتك. هو رائع. هيا يا روزي. هذا أمر مدهش، العجلات هي الأفضل. ولكن يا بلبلة، ماذا عن الطيران؟ الطيران؟ لا طيران والعجلة في دوران. لن تطلبي من روزي أن توصلك دائماً، أنت في مكان رومبا. أنت على حق روزي، أنا بحاجة إلى عجلاتي الخاصة. لا عليك يا بلبلة، هذا مسلم. أوه، لكن مكان بلبلة هو الفضاء. لا تقلقي يا روزي، بلبلة ستكتشف ذلك بنفسها قريباً. ستصبح لي عجلات خاصة. تادا. واو، ما هذا؟ مزلاج طيور. اركبي سأريكي. تضعين جناحيك هنا وترفرفين لتحريك العجلات. ما رأيك يا بلبلة؟ بلبلة؟ أنا أول طائر على عجلات. مرحبا يا لين، أضعت مزلاجا؟ لم أضع، أنا لم أضع. لماذا؟ أنا... ستظن أنني سخيفة. لا أبداً،
كنت سأضعه في قدمي، لكن خنفساء غريبة وقعت منه فلثت بالفرار. هل أخافتك؟ أرأيت؟ أنت ترى أنني سخيفة. ليس سخيفا أن تعترفي أنك خفت، ولكن تعرفين أن الخنفساء لا تؤذيك. في الواقع هي مفيدة، فهي تنقي الأوراق وتنظفها كما نفعل نحن. صحيح؟ أليس هذا رائعاً؟ مثلاش طيور. لماذا لا تطيرين؟ أطير؟ أنت تمزحين. لماذا أطير وأنا عندي عجلات؟ لن أتوقف، سأسابق كرز وروزي في الحديقة. وجدتك. مزلاجي، شكراً يا رومبا. بحاجة إلى مساعدة؟ أنا بخير، إنها سخافة مني أن أخاف من خنفساء. لا داعي لهذا الشعور. اغسلي يديك لنتناول شراباً منعشاً بعد أن نرتب كل شيء. الخنفساء في المغطس. لا بأس يا لين، دعيها لي. انتبهي يا بلبلة. في الفضاء لا توجد حجارة ولا يمكنك فعل هذا في الفضاء. ألم تشتاقي إلى أي شيء في الطيران؟ ولا أي شيء، ولا حتى أن تلعبي معي؟ ما زال بإمكاننا أن نلعب معا إذا صار لك مزلاج كهذا. لا بأس يا صغيرة، أرأيتي؟ هي لا تريد أن تخيفك، إنها فقط عالقة في المغطس. انظر يا بينون، لا تستطيع الخروج. إنها خائفة منك أكثر مما كنت خائفة منها. لا تخافي يا خنفساء، علينا أن نخرجها. عندي الحل المناسب، سلمي الخاص بالخنافس جاهز. أنقذناها، لم تعد خائفة. وأنا لست خائفة منها. مثلاج الطيور هذا أتعبني. حان وقت الاستراحة في العش، كيف سأصعد إليه؟ تطيرين طبعا. لا أستطيع. ماذا لو سقطت؟ أعني أنا لا يمكنني ذلك، أنا طائر عجلات الآن. ما المشكلة يا بلبلة؟ لماذا لا تذهب إلى عشها؟ عليها أن تطير لتذهب إلى هناك. أظن أنها تخاف أن تطير بعد أن سقطت. لكن أنا لم أسقط. روزي، انظري ماذا وجدت. كنت خائفة منها، لكن بينون قال إنها تخافني، احتاجت المساعدة، وأنا الآن لم أعد خائفة منها. أنت على حق، نحتاج إلى مساعدة شخص آخر عندما نخاف. كرز، سنحتاج إلى بعض التعديلات في مزلاج الطيور. فعلت ما طلبت مني يا روزي. وجدنا لك مكاناً لقضاء ليلتك. رائع! أين هو؟ اتبعيني يا بلبلة. أجيد ذلك. أهلا برجوعك إلينا يا بلبلة. ما أروع هذا المكان. لا أصدق أنني تركت الفضاء من أجل تلك العجلات. يبدو أن كرز يفتقد شريكته في السباق. من يشارك في السباق؟ لا بأس يا رومبا، قد تفوز في المرة القادمة. أوه، فزت بفارق بسيط. لو كنت أنا طائراً وأنت طائراً لطرت أسرع منك بالتأكيد. وكيف تعرف؟ أعرف أنني سأكون طائراً بارعاً.
ليلة سعيدة يا روزي. ربما ترفرف بأذنيك وبذراعيك أيضاً. عندها سأكون حقاً سريعاً جداً. أنا رومبا الأرنب الطائر.